مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. ملف جديد مع الأستاذة زين بخيار، محامية بائضة البيضاء. أستاذة زين، بلي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، كتناول معنا ملفات اللي دوزات في المسار المهني ديالها حوالي أكثر من 40 سنة. القصة ديال اليوم قصة ديال الحب، تبعوا معايا. أستاذة، قلتي لي اليوم الحب، قولي لي الحب. هذا الشيء اللي كاين، لان بزاف الناس اوفياء اللي كتبغي شي واحد كتبقى تبغي، حتى بالنسبه للرجال لا بغا شي وحده كيبغيها، لان كان الصدق في عهدنا حنا، كان الصدق في الحب. ما يمكنش شي وحده بغات شي واحد راه بغات، ما كاينش هذا ولا هذا، صافي كتبقى مصمم عليه كيف ما كان نوعه. كانت عندي واحد القصه من هذا النوع اللي هي كانت بالنسبه ليا بنتي، واحد الحكمه فد ميل. هاد واحد البنت اللي كانت كتخطبها واحد الولد على اساس الزواج بها، وفعلا سنتين ديال الخطبه كتبوا عقد الزواج، كان العرس غيكون داك الاسبوع. اختو كتعيش برا، عندها واحد الدار في الدار البيضاء في المغرب، بغات تجي تكون فيها، كلفات هذاك العريس باش يصبغها لها. فعلا دا صحابو كيصبغوا، والعروسه راه في الدار كتوجد دير فيه ماسك، كتعرفوا العروسه النقش هذا، العائله كتكون مجموعه. هو اذا به صحابه، كان مع شي جوج صحابه، دخلوا البنات وهو كان معاهم حتى هو. كتعجب كيفاش واحد العرس ديالو مدخل البنات، كتجيك في شكل، لدرجه ان دوك البنات بقاو تيشربوا معاهم وتحشوا. وحده طلعت من فوق كطريه من الطاج مات. ديك الساعه جا البوليس اعتقل كل شيء، تبعهم بالقتل العمد كلهم، عطاه القاضي. دازت الميف، وهي اللي جات عند السيده. هاد السيده جات عند المكتب قالت لي طلبوا لي على الزوج ديالي، رانا كان عاودت لي هذه القصه حتى في المحضر كاين هذه القصه، بانني راه سميتو مشيت دفت عليه في المحكمه. عطاوه طار قاضي، كان ديك الساعه الاستاذ الطرفي اللي كان تيدير الجنايات، حكم عليه 30 سنه. ملي حكم عليه 30 سنه، هي حيت كانت دايره العقد معاه، يعني ان مزوجه معاه، هذاك العرس ما دارش. رجعت جالسه مع امه، ولات هي كتجيب القفه كدير عليه، كدير العقاق وكدير كروشي وكدير باش كدير القفه. وتيصور لها هو، كان تيصيفط من السجن ديك الساعه التصاور ديالو، هو في السكنه، هو يعني بقات واحد النهار قبيلات ديك الساعه، ما كانش هواتف ولا كان، كانت تتصور. وهذا كتجيبو ليا تقول لي شوفي هذا، انك كون كانت شي وحده في بحالها غتقول ما يمكنش هاد الراجل تجوج بيا ودارت جريمه بحال هكا، والعرس ديالي راه ما تقبلهاش، غتقول تيفسد في دخل هذا وقعت لي جريمه، ما تبقاش معاه. ولكن هي بقات مصممة، كتجي عندي دايما، كتجي تستشر معايا دايما، وقفي معاها سيري عندو السجن، ديما كتجي عندي، وهي جالسة مع مو تجفف لمو، بحال مزوجة وراجلها برا، وهي فعلا لدرجة أن شعرها بدات كتكبر، دبالات، زعما ملي دار 21 سنة، يديروا طلبات ديال العفو. وفعلا دوز 25 سنة، وهي من اللي خرج جوجو داروا العرس وعيطوا عليا العرس، تشوف واحد زعما لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن بحال هاد البنت هادي أنا بعدا كنشجعها من هاد المنبر، لأن باقا كنعرفها، واقع عندي دراية بها، ولدت جوج وليدات، وداك الماضي سالا، وداك الراجل عقل على الخير اللي دارت فيه، ودابا كيف على داك الشيء، والحمد لله عايش معاه مزيان، لان هاد الشيء كله هي الصبر. الانسان اللي صبر واللي خلوق واللي عنده مبادئ، لان الانسان ملي كيتزوج راه ما كتزوجش بشي واحد، اللي خاصه انا كنقول بالنسبه لهذا الزواج، بالنسبه للمغرب، لان ولات الطلاق بالسعر، طلاق تيكون الف واحد ديال الطلاق في محكمه الاسره، يعني انا تفكت الاسره بزاف. انا وليت كنقول دابا اللي كتزوج شهر تجي عندك تقول وعييت انا صبرت تعيس، شحال تجوجتي بشهر،
او شرعي عيت الصبر ان الصبر سنين وسنين. لا انا كيبان لي انا كنقول هذه في راسي لان خاص باش يبقى المجتمع يبقى ملتئم خاص انا كنقول خاص المغرب يعودوا يديروا فيه كونكور ديال الزواج كونكور ودوز بريبا دوز بانك واحد دوز واحد ستاج ديال عامين عادي نشوفوا كاش عندك اهليه الزواج ولا لا. لا بغيت بالنسبه للفتره الحاليه لان ولا داكشي بواحد الفتره واحد فظاعه لان ما يمكنش تجوجي وتولدي جوج وثلاثه وحده جات تجي عندك وحده جايبه ولدها هازه بغيت نطلق. قالت لي واحد المراه واحد النهار جات عندي باقا صغيره بغيت نطلق علاش جا خطبني واحد حسن منه قلت هذا زواج ولا شنو هو راه زواج راه شي حاجه راه ميثاق غريض راك فيها دراري تما راه ولاد راه مجتمع كيفاش حنا نبقاو غاديين بهذه الطريقه ديال فيه الصبر راه مره عليا ومره عليك. دابا الناس كيتزوجوا دابا شنو شنو تيدير التيك توك وتعور وشوها وهاد البورطابل خارج على بزاف لان اغلبيه الجرائم ديال الخيانه الزوجيه والفساد فين كاينه في البورطابل كيتقدموا بورطابل الفساد كتبتوا من البورطابل كاين اللي في دارها ما كتخش من دارها وعندها الفساد الخيانه الزوجيه من دار من البورطابل ما يمكنش خاص اعاده النظر في هذا الشيء وخاص كيف ما قلت لك خاص الانسان يتأنى حتى القاضي ديال الزواج خاصو ما يبقاش العدول ما خاصوش على اللي جاي جوج كيف ما كيقولوا لك خاصك تجيب شهاده هما شهاده يعني ان ما فيكش امراض معديه كالسيدة والسول وهذا لا هما كيمشيو عند الطبيب كيكتب عليهم ولا ما يشوفهم لا دير لي تاع عقله ساوي ولا ما ساويش دير لي اش هو قادر لا خاصنا هادشي خاصو يديروا لي سكانير راسو خاص سكانير دار البنادم واش هو ساوي ولا لا لا بغيتي هاد المجتمع يتصلاح بغيتي يمشي ما يمكنش جواج عدو جاي عنده واحد قاضي التوثيق الزواج ما في حتى شي مرض هي ورقه حتى شي ما في حتى شي مرض خاص تشوف شي انسان ساوي عقليا ولا لا واش قابل قدر المسؤوليه صعيبه هادشي يعني ماشي داخل تما تجلسي مع راجل ولا صاحبك راه تجلس معاه في الجردة ولا في السينما هذاك راه زواج عارفه كاين خايبه ومزيانه خاص تكوني تتي عندك شي حاجه في يدك لان ذاك الراجل تجوج كيقدر هذاك الراجل يمرض يقدر يطلقك يقدر يموت خاص تتي تدخلي تتي في مسؤوليه تحمليها ماشي تجي تجوجي براجل وتجلسي والراجل كتسناي فيه في النفقه لا خاص تعاد النظر في هذه المنظومه لان باش تقل هذا الزواج هذا الزواج اللي عنده حتى معنى والاكثر هي ذاك الزواج ديال القاصرات غاده قاصره غادي مجوج قاصره عنده 40 عام وغادي يقلب على قاصره كاين اللي جايبه عندها 14 عام بلاكا غدير فاتحه دير لازم اش شنو ليزافونتاج عندك انت فانت عندك 40 عام تجيب واحده عندها تربيه ولا شنو ما يمكنش انت كتشرفتها وانت جايبها باش زعما تجلس في الدار ما بغات تربي ما تربي حتى حاجه راه هي اللي غتربيك ملي غتشرف حتى راه ملي كتشرف هي كتخرج تقول لك باغي نخدم تقول لك نخدم على داك الشارف اذا الانسان خاصو ما يجيبش حتى انا شت وشت وعاود شت وعاود هذاك الشيء ما ملي كيجي جوج هي قاصره راك هي ولدت هي قاصره مو دايره الكاغط هي نايضه والده ايوا وذاك الدري ملي كتجي تحط في حمد هي ما كتحطش لان خاصك دير عقد زواج وما يمكنش حتى مرأة حاملة ولا والدة غادي يثبت لها هذاك هذاك الزواج هذاك الدار يتحط الا بإقرار دابا اما بكري ما كانش إقرار لا والو خاص يكون عندك عقد زواج انت جاي مجوجة بالفاتحة ما كاين لا إقرار لا والو تولدي اش اش زعما انت مجوجة في 2007 والدري زاد عندك في 2008 وتيبك عاد يلعب الفاتحة 2007 جوجات وجواج عندك سنة 2019 كيفاش هذا الشيء؟ خاص الانسان ما يتزوجش يكون تحمل مسؤولية المرأة ولا الراجل ما كنقولش على الراجل فقط يقول حقا عنده دار عنده طموح لا 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 أنت مسؤولة راه كلشي سواسية راه المرأة الهم ديالها أكثر من الراجل المرأة كدير واحد الدور اللي ما يمكنش يديرو الراجل لأن المرأة الدور ديالها هو الأساسي لأن كيقول لك وراء كل رجل عظيم من امرأة إذا ما كانش واحد المرأة موراه راه ما يمكنش راه المرأة اللي كتربي الأجيال ولا قلنا أستاذ وراء كل تيك توكي نشا يكون وراء تيك توكي كاين السجن وراء كل تيك توكي كاين السجن
هو وياها صافي. ودوك الدراري تا هما غيعيشوا من اللي بداو، من اللي يجوا جوج دوك الدراري تا هما شنو مصيرهم، ها هما غيبداو يديروا في الجرائم، ها هما يجوا في قاصرين جناح، ها هما يجوا تاني في جناح راشدين، ها هما يجوا شي شويه يجوا في جنايات، يعني انا حياتهم كلها كنشوفهم في السجن. كاينين وحدين اللي كنشوفهم انا من اللي بديت المهنه هما في المحكمه ولادهم مشدودين الى يومنا هذا، عندها ربعة ولا خمسة كل نهار واحد مشدود. جيت تقول لي لا شنو هي كذاك تشد ديك الدرجة، انه واحد البوليس الله يذكره بخير محكمة عين سبع فيه هو بقوة أعصاب كيضحك، واحد وحدة جاية قالت لي ندخل راه ولدي مشدود، قال لي قاعد جيتي كذاك داز ولدك، قالت لي لا لا واحد آخر، قال لها يا حليلي هذا ما كتولد لي على المجرمين كيفاش، راه خاص الإنسان راه الحياة راه شي حاجة اللي مهمة خاصة نديرو فيها شي دور، نعطيو نردو المجتمع كله صراحة، خاصنا حنا نلتزمو، خاص الآباء تا هما يعلمو ولادهم على الالتزام، ربي البنت على المسؤولية كمرأة، راه ماشي غير قريب وحدة نجي نقريك ولا، راه بحال المرأة بحال الراجل، المرأة تربيه على مسؤوليتها كمرأة، تكون مرأة دير واجبات منزلية، وتكون تربي الدراري، وتكون قادرة، وتكون اللي هي حتى هي المرأة هي كلشي. لأن المرأة هي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لأن المرأة دور كبير كبير، أن الراجل اللي بغى يتزوج ما كانتش امرأة عندها قدرات وعندها صبر وعندها شجاعة وعندها واحد تعتبر راسها هي مقام ذاك الراجل بحال بحال، راه النفس مازال المرأة خاصها تكون أحسن من الراجل، لأن عندها المرأة عندها واحد لأن علميا المرأة راه ماشي بحال الراجل، راه الراجل كيتفيكس على شي حاجة، قال لك في القرآن الكريم ليس الذكر كالأنثى، فعلا ليس الذكر كالأنثى، هذه تبتوها علميا، لأن المرأة نقدر أنا كندير تريكو وكنهضر ليه وكنقابل طنجرة تما، الراجل لا، الراجل هكا علميا الراجل تيفكر جهة وحدة، هذه القدرات اللي عطى الله المرأة وعطى الراجل قدرات أخرى، هذه حنا كنتمنى تطبق في الدنيا باش يكون المجتمع سليم، باش راح تكلم الدنيا كاينة دايزة وكاينة توابع ديال هي الآخرة، راه إن شاء الله خاص كل واحد يدير الدور ديالو، حيت كل واحد راه غادي يساري في واحد النهار وغيتحاسب كل واحد على أي حاجة دارها. أستاذة شكرا لك، الحلقة الجاية إن شاء الله مشاهدينا الكرام، أستاذة زين بالحوار مع شيق والله العظيم، ولكن أستاذة تناقش بعمق الصراحة، أستاذة زين عشرة أجيال حتى لا يتم إفساد الناس أكثر، لأنه التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، فيه شق إيجابي وله سلبيات. مشاهدينا الكرام حلقة أخرى مع الأستاذة زين، تابعوا معايا.